ياكلوا لهنا الناس ياكلوا لهنا صافي بتجيالنا كي حبسوني يقول لي باباك ما شاء الله صح تاع باباك كعبه واحده يعرف يهدر يضحك عنده ديجاس سامباتيك اي فيها هكا وفيها هكا بومبين او ماي بومبين او ماما ميا ما في الحوت وعلى البلاصه هذه البلاصه اللي هي متجمع متلهو ومتجمع تاع النار لهنا عنب لهنا ان شاء الله قبل لهنا كل وهذا هو قلب عنب الناس كل يحب يتلقى صحيب ويجي لهنا الكاسك التارينا خبز السردينا ذاك الحبق تاع الناس السبخ واش الخروف معروف خوص باش مطبوخ شلف لحم عمرهم يدو اش تلقى في قوفيه خلقه في عنبه خلقه راه قوفيه دي حاجه تخرج مع الانسان اللي خلق في البلاصه دار انا ولدي حاطه صحيبي الا ما حرم الله انا ولدي صرحني وصرحه هذا كوستا كوستا زيوتي كابليو وانا كوستا كوستا زيوتي فليو احنا باطون واحد وناكل في باطون واحد ومن المجوار واحد لا لا لابونا ماما ميا لابونا ولا لابونا يعد التيك توك من أكثر التطبيقات انتشاراً في الجزائر حيث انتشر استعماله في الفترة الأخيرة بشكل كبير في البلاد وخاصة لدى فئة الشباب والمراهقين أين تتميز هذه المنصة بكونها تسمح بتقاسم العروض الفنية أغاني، رقص، تهريج، تقليد، تحد التي تكون في شكل مقاطع فيديو قصيرة المدة مشاركة الأب مع ابنه في تطبيق تيك توك يمكن أن تكون تجربة ممتعة ومفيدة للطرفين إذا تمت بحكمة وتوجيه أنا حاب ولدي يعرف بلاد جده وباباه ونجاة وش هي وش فيها المعالم التاريخية نعطي لولدي الأحياء الشعبية أحياء شعبية فينيقية أحياء شعبية عثمانية وأحياء شعبية فرنسية تاع فرنسا الاستعمار عمي فوزي من ولاية عنابة يمارس تطبيق تيك توك ويشارك معظم أوقاته مع ابنه بلال حيث يتعاون معه لإنشاء مقاطع فيديو ممتعة في إبان الحرب إبان الاستعمار كانت عنابة جزيرة مستعمرة مرشد داروه غير محمد فوزي العوبلية السلامي مواليد 11/59 مدينة قديمة ليكس ريفيوليت أب عن جد عندي 3 سنين خرجت التقاعد لأني في التقاعد فارغ شغل لا حركة ولا نشاط غير استكرد هاكم نتبع في الشرطي والحوتي صوتي هذا الحاكم هذا واش حاكم حاكم كاركاتارين هذا واش حاكم الحوت حاكم هذا واش حاكم حتى شيء بدايته عمي فوزي مع تطبيق تيك توك عند رؤية ابنه بلال يمارس هذه الهواية حيث شجع بلال على التعبير عن إبداعه من خلال إنشاء مقاطع مشتركة ويمكن أن تكون هذه الفيديوهات تعليمية ترفيهية ومأكولات شعبية والله يا حبيبي جات صدفة الحكاية ديما يحكي على عنابة ويحكي على البوراك ويحكي على اليازما ويحكي على الشعبي ثم هو الكارتي بوبيلار ثم ديما يحكي معايا حكمته الهفته بفيديو أنا هو قاعد يحكي بحرارة بسخانة صورته قلت ما كنتش راح نحطه مره الاولى بديك وريته لكعبات اصحابي قال لك حط الفيديو حط الفيديو حطيته اخويا متى ما جات الفكره اني نقعد نصوره ونحطه في تيك توك فيديو طلع شافوه ناس لي كومونتير لي شادات قعدت نصوره ونحطه في تيك توك معايا كنت نحط فيديوهات وحدي ودرك هاي نحطه معايا وادي هي اكل قلب عنابة اخويا اكل قلب عنابة هنا فيها ما كاينش هذه الناس كل كومبلكسيب بيان سور الناس ديهش مع الله بعض الاباء يتمتعون بشخصيات مؤثره تجذب قاعدة جماهيرية كبيرة سواء من مشاركة تجربتهم الحياتية أو نصائحهم في تربية الأطفال صراحة راح أنا حب ولدي ينجح أنا كي ولدي قال لي يا بابا في شخصي جاوبني ما فيهاش مش حرام مش عيب ما تخافش عليك حضرت مع ولدي والتيك توك هذا مش حرام حاجة لي قال في الاوروب راه يديروا حتى في الديار يديروها بارتي ويديروها وانا عمي هضرت على عنب واش هضرت هضرت على بوراك عنابي قلت بوراك عنابي راه عند البلازار عند عم بشير الحوار هذا واش قلت هضرت على الحمراء اونسيان جوار اماتور مش بروفيسيال يقوم عمي فوزي وابنه بلال بتصوير مقاطع تيك توك في مختلف احياء عنابه للتعريف بالمواقع المختلفه صار ولد لاكافكو ولد عنابه من البكري ويحب عنابه ياسر ويحب ديما يبين الصفه تاع عنابه ويحب ديما يشتهر ويفتخر بعنابه ثم كل خطر نصوره كرتي ونحطه في عنابه ويحكي لهم عليه عندنا ربي يبارك جوامع عندنا كرتي تقدم ياسر
كل كرطي به معروف وكل كرطي كيفاه تما هو يحكي يمد دي طاي 58 ولايه كما تتفرج ويعرفوا به حتى كي يجيو العنابه ما تغبلهمش. ديما يا حليمه نربحوا تعرفوا بكم صح وتلعبوا في الادوار الاولى ناسيونال ايل بيان كلاسي. عند تصوير مقاطع فيديو تجد تفاعلا مع الناس في الشارع ويكون دائما ممتعا خاصه بالتحديات والاسئله مع المره. ولد البازار نهر ديما يا حليمه وليا سما في الدم حمراء في الدم هذا اسبانيون هذا ايطاليان الا الا لاماميه يا ولد كانوا زبو بيفور ماي فريند تي كان سكالا ماتيسي فابوري دي كوم سورو اولا ماميه اولا لابونا لاماميه لابونا اولا بونا كوستا كوستا زيو اورليو تيفليو كوستا كوستا زيو اورليو تيكابليو هذا سيليكون سيليكون انت سيليكون يونيفرسال ديما كاش كاش الا الا امبرتو توزي ماي فريند امبرتو توزي سبيك ايطاليانو مي سبيك راشن خراشو انا كي الناس كي ماشي مع ولدي وجاو يسبوني يبوسوني يقول لي يعني فيرمون كنت ولدك تفهم منها في التيك توك كلش صان في بليزير حبالي بروحي مش قاعد نفسد في ولدي بالعكس قاعد ندعم في ولدي بالافكار في الارتقاء الفكري ولدي في مخه عنده رقم انا حنا لوك ماشي في رقم انا تكنولوجيا او جامعي ماشي حدا يحب التيك توك ويحب الفيسبوك ويحب يقرأ يطاطي ويشاطي هذا اللي يطاطي حتى نطاطي ونشاطي يعني عليها لا بوينت ما جاتوش لهنا كي نقعد فاي القهوه تاعهم برياش لا فاي برياش الاصل اللي زوج تاعهم سيد من قال ما هما تك تك يعمل الدنيا كل شوف برسي يوسف يروح ويجي ويعمل شوف وشي صحيح. احيانا يلتقي عمي فوزي وابنه مع مستخدمين اخرين من التيك توك ويتعاون معهم في انشاء مقاطع فيديو يمكن ان تكون ممتعه وشيقه. هذيك اللي تضحك هذا حوت شوف اخويا الله تشوف اخي يا ولا نطلع نحرك فيها لا واش ندير فيها انا نحبك انا بلاص دارهم ها مش عليك العيب اروح تشوف اصحيبي اروح تشوف اروح هذه شطوطي والحوطي صوتي شطوطي والحوطي صوتي. يصر عمي فوزي على ايصال محتوى مبتكر من خلال جذب جمهور واسع والترويج للتاريخ والثقافه وعراقه الولايه. هل هو يقول الكاتك التارينا بليس النجدة يخاف النجا هاني يخاف النجا تبدا ولدي يخاف النجا تحكم فيها ما يصير لك حتى شيء انا ولدي نحبوا نفهموا الناس تاع التيك توك اللي راهم يتبعوا فينا باللي كاين حوايج ياسر في عندنا ما يعرفوش الناس اخرين ما كتبش عليهم الصحافي ما كتبش عليهم كلب ما كتبش عليهم الشاعر هذوما حوايج يهضروهم غير تاع القفقوفي غير اللي خارجين من المنبع تاع البلاد ولدي صغير ولدي خلق في 98 كي انا حبست البالون ولدي خلق كي انا حبست العراك ولدي كي انا حبست كوسك زي ولدي خلق صافي ولدي نحط فيه لاميزا ندير له في لاميزا جور باش يعرف عنابه واش الاصول تاع عنابه واش العائلات تاع عنابه التقاليد تاع عنابه واش المساجد اللي في عنابه الاحياء الشعبيه اللي في عنابه حتى الناس الكبار الفدائيين انا ما فيها فدائيين يا اخي ولدي يعرف ولدي كل شخصيه في تاريخ عنابه يقول لك شكون الفدائي شكون المجاهدي شكون الشهيد يعطيك الشهداء يعطيك كلش. اسمع انا ولدي في التيك توك نحب الناس اللي يتبعوا فينا بلي رانا حنا حاجه تاع صلاح حاجه تاع معرفه تاريخ تاع النبا على 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 اساس تيك توك على موجة التيك توك تسمع تعتبر جهاز التواصل هذا طافه ولدي يا سيد هذا السلام عليكم واش راك؟ شوف ولدي يقول لك صدفه خير من 1000 ميعاد تعرفها ولدي خويا هذا مصطاش هذا اسمع رانا من البلاصه هذا على كل شوف ولدي خويا انت قلت لهم ميربوا راك في عمي باش الحوات انا عم خويا الناس قال لك لوري روز ولدي اسمعني واش نقول لك ولدي ده نصيحه من عندي هذا اشتي هذا مصطاش هذا كوستا كوستا زيو تي كابليو وانا كوستا كوستا زيو تي فليو احنا باطون واحد وناكل في باطون واحد ومن مجوار واحد. الهدف من ممارسة هذا التطبيق
هو إظهار الثقافة المحلية مثل الرقصات التقليدية والأطعمة والألبسة لجذب متابعين مهتمين بالثقافات المختلفة. أول ديار اسمع اسمع هذا طلع تركي هذا تركي هذه شجره كان نقصوها بك اولدي هذه شوف شوف اسمع البوم اسمع البوم اسمع اسمع هذا تركي اسمع اول اسمع حاب نديرو كما قلت لك نعرفوا بعنابه البيت تاعنا انه طيش قطعات فهمتيني الناس تتفاعل معاه تضحك كذا يقصروا هذه هي ديما لاقفكو فيه القليب وك تعرف ديما ركبة ونص. في وقت قصير أصبح عمي فوزي من أبرز الشخصيات وصار معروف بجذب المستخدمين من جميع الأعمار سواء في ولاية عنابة أو مختلف الولايات الأخرى حيث حقق أرقاما كبيرة في المشاهدات. هذا قفقوف قفقوف قديم وشي يطلب النصوحة الحمد لله شوف هكا وهكا وهكا راحت كل راحت هذيك راحت كل ركبة ونص راحت ركبة ونص كردك كردا يلي أم غارش بدا يلي كردك كردا يلي أم غارش بدا يلي لا يقارش تدويش 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 كردك كردا يلي مغارش بدا يلي خويا الناس عطوا لي حتى في تليفون خويا باباك كعبة واحدة عمي فوزي الناس تحبوا في الكارتي الناس تعرفوا عيطوا لي في التليفون عبالي بلي كان تكنولوجيا وحنا عصر تكنولوجيا وكذا ورقم انا مش بابا ولكن مش بالدرجه مش في سيفيت في يعني في وقت وجيز يعني ولات عندي اكثر من 25000 نجام ابيت وجا واحد بروفيسيونال مي يجيبش 25000 في 3 سوايع 4 سوايع ما نعرف كنت انا قزم كنت عندي مستاش عرت عندي الغم ونهضر ونعمل الهزال الناس حبوني ما نعرف باكش على الصراحة تاعي باك نهضر حوايج ما نهضرهم حتى واحد بكري نحكيك على عنابة اللي عندها 20 قرن عنابة عنابة لونتيكيتي كنت تقرا تاع ليستوار تاع حمد حسن دردور تعرف عنابة واش تعرف لا فيل دو بون كانت إيبون ملكة بون ملكة أنابة شو رايك ابراهيم؟ شو رايك شوف شو عندنا سبني لها شوف هضر معنا شو هضرنا دندار هضرنا شو دندار ولكن التعاون على مثل هذه الأنشطة يمكن أن يعزز الروابط الأسرية ويساهم في بناء ذكريات ممتعة.